خليني أبدأ مع حضرتك منين؟ يعني لفت نظرنا كده موضوع إنه طفل 7 سنين ويعمل مع الكبار، الأسماء الكبيرة وأساتذتنا الكبار وأساتذة حتى التاريخ الدرامي والفني المصري، فقول لنا الوقفة الأولانية كانت بالنسبة لحضرتك كانت إزاي؟ هي أول حاجة في حياتي عملتها فنية كانت تمثيلية إذاعية، كانت إخراج الأستاذ أحمد زكي رحمة الله عليه، أحمد زكي المخرج، مخرج وكانت تمثيلية في سهرة إذاعية. كانت الإذاعة وقتها في أوائل الستينيات كانت بتعمل سهرة إذاعية كل يوم خميس قبل ظهور التلفزيون، وكانت السهرة دي الناس كلها بتلتف حوالين الراديو وتقعد تسمع التمثيلية دي، وكانت قصة مترجمة عن فيلم أمريكي كانت بعنوان الحكمة المقدسة. فاكر حضرتك. وكانت بطولة الفنان صلاح منصور، حسن البارودي، زوزو نبيل، الله. أستاذ نبيل الألفي، يعني دول اللي أنا فاكرهم شوية مع حفظ الألقاب طبعا، أساتذة طبعا. كبار كلهم وقامات عالية. ايه اللي جاب الطفل سامي مغاوري بقى وسط الاسماء العملاقة دي؟ والله أنا كنت بمثل في البيت، قاعد في البيت كده ماسك عصاية خشب وعاملها سيف بشوح بيها، فخالي المخرج أحمد زكي وقتها هو كان مخرج في الإذاعة المصرية فشافني قال لي أنت بتحب التمثيل؟ قلت له أه بحب التمثيل، فخدني الإذاعة. فوجئت إن أنا بيحطوا لي صناديق حاجات ساقعه وبقف عليها وانا لابس شورت وبمثل وفي فلاشه حمراء بتنور المايك. زمان كان لما يجي الممثل يتكلم ينور فلاشه حمراء كده، بس هم كانوا بيحفظوني، كانوا جايبين لي مدرس لغه عربيه كان بيحفظني المشاهد، وخصوصا ان التمثيليه دي كانت لغه عربيه. ده بقى صعب جدا بقى على فكانوا طفل كمان. بيحفظوني. اروح البيت بقى ابويا الله يرحمه يسالني مين كان معاك، اقول له ما اعرفش. يا واد اسمه ايه الممثل اللي كان معاك؟ ما اعرفش. شكله ايه؟ كده. اما تتذاع التمثيليه وتتقال الاسماء هو يعرف، فيقول لي اللي كان عامل جدك كان اسمه صلاح منصور، اللي كان عامل ابوك كان اسمه نبيل الالفي، اللي كانت عامله امك كان اسمها السيده زوزو نبيل. فابتديت افهم واعرف، وتكرر بقى شغلي في الإذاعة. وبعد كده خدني الأستاذ نبيل ألفي نفسه كان مخرج كبير، خدني المسرح القومي، اشتركت معاه في مسرحية ملك القطن. تجربة المسرح بالنسبة لحضرتك دي كانت كانت ايه؟ البداية أيضا مع نبيل الألفي. ملك القطن تأليف الدكتور يوسف إدريس وإخراجه، كانت بطولة بقى السيد فؤاد شفيق، عبد الله غيث، نادية السبع، أسماء كبيرة جدا.